النهارده اكيد زي اي مباراه فيها بعض الحالات التحكيميه سواء اللي تستحق الاشاده او تستحق لفت النظر. معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد منور الدنيا. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ والله الحمد لله كله تمام. يا رب دايما. بشكل عام النهارده تقييمك لطاقم التحكيم. لا النهارده اداء تحكيمي محترم جدا، محمد يوسف وطاقم المساعدين معاه والحكم الفار. النهارده خرجنا من مباراه زي ما بنقول كده ما عندناش خطا تحكيم مؤثر ممكن نتكلم عليه. النهارده التحكيم كان في المستوى المطلوب، الناس كلها بتتكلم عن التحكيم بصوره كويسه. اللي في الحاله التحكيميه اللي حصلت او اللقطات التحكيميه اللي حصلت هنشوفها مع بعض، هنلاقي ان كلها الحمد لله ايجابيه النهارده. عظيم. نعرض مع حضرتك اول لقطه خالص في المباراه، هي الهدف اللي سجله الجونه في اول دقيقه او اول تقريبا 40 ثانيه، كان محمد الشناوي بيطلع الكوره وخبطت في لاعب الجونه ودخلت جول. تمام. الميزه كريم في اللقطه دي ان الحكم خد القرار في الملعب، ما استناش الفار واحتسب الخطا لمسه اليد اللي موجوده واستنى بقى الفار ياكد على قراره. ودي ميزه يعني اللعبه صعبه جدا على فكره على اي حكم. هو الراجل احتسب لمسه اليد واستنى الفار ياكد الكره جت في الايد، وبالتالي المبدا عام ان لو الكره جت في ايد المهاجم باي شكل من الاشكال واحراز الهدف بعدها مباشره يعاقب عليها المهاجم، بغض النظر ان الايد بقى فضل طبيعي مش فضل طبيعي، مكبره مش مكبره، مجرد لمس اليد على المهاجم اللي يحرز بعدها مباشره هدف يعاقب عليها، وبالتالي كان اللمسه دي موجوده. وتميز محمد يوسف ان هو احتسب في الملعب. الله يفتح عليك يا كابتن جهاد، بس معلش انا عايزك تراجع دي تاني عشان ناس كتير النهارده قالت لك ايه، لا ما هو هيودي ايده فين، ما كان ايده كان مش محركه. لا لا ما انا بناكد ان لمسه اليد على المهاجم ايا كانت ايا كان وضعها، تعمد مش تعمد، مكبره الجسم مش مكبره الجسم، يعاقب عليها ما دام احرز بعدها هدف مباشره. عظيم جدا. لان الاتحاد الدولي بيقول غير مقبول يتم احراز هدف يكون يسبقه مباشره لمسه يد حتى وان كانت غير متعمده او مش مكبره الجسم. فده مبدا عام بالنسبه للمهاجم، تختلف تماما بالنسبه للمدافع. دي اللي بيحرز بعدها هدف مباشره، ان المهاجم بيحرز بعدها هدف مباشره يعني. ممتاز. فكان قرار ممتاز من محمد يوسف ان هو احتسب في الملعب لانها صعبه على اي حكم، وطبعا تاكيد من الفار، وكان قرار صحيح. في حكام زي ما حضرتك عارف يعني يقول لك ايه، لا استنى الفار هو بقى اللي يقول جول ولا مش جول، انا احسبها جول ادام دخلت الشبكه وبعد كده نبقى نشوف بعد كده. هو التميز في النهارده مع محمد يوسف بصراحه ان هو احتسب دي، يعني هو تحمل مسؤولياته كحكم واحتسب دي، والحكم الفار تاكد القرار وبالتالي كان في الاخر خد قرار صحيح. ممتاز. نشوف بعد كده الحاله الثانيه وهي ضربه الجزاء في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الاول، الكره اللي احتسبت ضربه جزاء للجونه. هنشوف مع بعض اللي رفع من جهه الشمال على ما اتذكر. ايوه محمد هاني، الايد لاول ما بتخرج بره الجسم، الايد اليمين الشمال خرجت بره الجسم وبالتالي كبرت الجسم وفي طريق الكوره، وبالتالي ركله جزاء صحيحه. هو مكان محمد يوسف شافها كويس جدا وقدرها كويس جدا، الايد دي مكبره الجسم وبالتالي لما الكره تيجي فيها يحاسب عليها اللاعب، وركله جزاء صحيحه بدون انذار لان الكره المرفوعه بالعرض دي لمسه اليد فيها ما فيش فيها انذار، وبالتالي كان قرار صحيح محمد يوسف ومراجعه صحيحه من الحكم الفار. ممتاز جدا. ناخد اللي بعدها. دي حالة طرد لاعب الجون أحمد محمود. هي طبعا هجمة واحدة، الراجل ده ما عندوش فرصة يلعب الكورة، هو عاق لاعب الأهلي وبالتالي الإنذار كان مستحق، ده الإنذار الثاني. ومحمد على فكرة يعني من مزايا حكم يعني حكم اللي واثق من نفسه أو اللي بيأدي في الملعب، هو ما بيفكرش، هو قدامه حالة بياخد بها القرار بتاعها وبعدين بيلاقي ان ده انذار تاني، فكان طرد، فكان برضه الطرد مظبوط والانذار مظبوط، والانذار الاول اللي لقى نفس اللي كان مظبوط، وبالتالي بنتكلم. ايوه معلش 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 يا كابتن جاد، عشان في بعض الناس قالوا الانذار الاول ما كانش مظبوط. لا كان مظبوط. انا محمد النهارده انا بص معاه كل في كل حاله كان انذار برضه مستحق. والانذار الثاني ده كان مستحق. هو النهارده محمد انا كنت اعلم كده على صفحتي ان هو تفوق على نفسه النهارده في الاداء. احنا محمد من اثنين حكام درجه اولى في تور بريرا يثق فيهم ثقه عمياء، محمد يوسف وعبد العزيز السيد، وفي كذا حكم تاني بس دولت الاكثر ثقه بالنسبه للخبير الاجنبي في درجه حكام الدرجه الاولى اللي بيدوا له ماتشات يثق في قدراتهم وبالتالي هو بيثق فيهم. يعني تخيل لو طول ما فيش حكم دولي اول اختياراته من حكام الدرجه الاولى هتلاقي محمد يوسف وهتلاقي عبد العزيز السيد، فعلا هو واثق فيهم فيتور بيريرا. طيب. واي ماتشات مهمه هتلاقيهم موجودين فيها. بمناسبه فيتور بيريرا عشان في خبر دلوقتي انا هقوله، انه اتحاد الكوره متضايق شويه من فيتور بيريرا عشان واخد اجازه لفتره التوقف ديت، وكانوا عايزينه يكمل هنا عشان يعدل
كثير من اخطاء الحكام الفتره الماضيه. هل من حق فيتور بيريرا ياخد اجازه في الفتره الحاليه ولا كان المفروض يكمل معانا شويه؟ هو طبيعي حسب الاتفاق هم متفقين على ايه، بس الطبيعي في فتره التوقف دي هي الفتره الاساسيه لاي رئيس لجنه حكام بيشتغل فيها. يعني الوقت الماتشات والماتشات شغاله انت بتوزع ماتشات بس مش اكتر، وبتجيب الحكام تحلل تحليل تحكيمي وكده، لكن فتره التوقف دي فرصه، بتبقى فرصه لما بيجي لك فرصه زي كده، زي ما مدرب جات له فرصه ان عنده توقف مباريات فبيحاول يصحح اخطاء احنا لعبنا 6 اسابيع، فهو المفروض هو التوقف ده يستغله عشان نرجع بصوره احسن من اللي احنا نهينا بيه. وبالتالي طبعا اذا كانت اتحاد الكره زعلان من الموقف ده فاكيد عندهم حق. اتمنى طبعا يتدارك الموقف ده، لان فعلا الفترات التوقف دي بتبقى فرصه ذهبيه للجنه الحكام لتصحيح المسار الفتره اللي جايه. عظيم. كابتن جاد جريشه انا بشكرك شكرا جزيلا كالعاده اللي فاده منك. طيب.